مرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وتحيه كل الناس اللي انضمت لمتابعه برنامج 24 جراد. فقره ترند اليوم حنتحدث فيها عن التحديات التي تواجه المراه في بلاد المهجر، وتحديدا حناخذ المراه المهاجره في جمهوريه مصر العربيه. مجموعه الاستفسارات اللي انتم حابين تعرفوها عن المراه المهاجره، ما هي القضايا الشائكه اللي ممكن تكون بتواجهها المراه في بلاد المهجر، كيفيه الوصول للسفارات وكيفيه تقديم العون والمساعده لها. سعيدين نرحب بالدكتوره سعاد الموجودة معنا داخل الاستوديو، مرحبا بك كثير. دكتورة سعاد محمد أحمد فقيري، مستشار اتحاد منظمات المجتمع المدني في جمهورية مصر العربية، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا، مساء النور عليكم. أنا سعيدة جدا بوجودي معكم في داخل الاستوديو. أهلا وسهلا دكتورة سعاد. لما نقول تحديات تواجه المرأة في بلاد المهجر، خلينا نتكلم عن أبرز التحديات اللي بتواجهها، خاصة إنك بتمثلي قطاع خلينا نقول جمهورية مصر العربية. فخلينا نبدأ مع التحديات التي تواجه المرأة السودانية في المهجر، ولو حبينا أخذ مصر كنموذج. طبعا المرأة الواحد لما يفارق بلده بيكون أكيد في حاجات كثيرة فارقة بالنسبة له، خاصة الواحد بيكون ساب أهله، ساب وطنه، ساب يعني أهله أحبابه وعيشته، وحتى يعني ممكن كمان يكون طريقة حياته اختلفت لما يهاجر إلى وطن آخر. هجرة المرأة لدول كثيرة، لكن مصر العربية بحكم إن أنا فيها ودرست ماستر ودكتوراه والآن متواجدة في القاهرة، أكيد لكل غربة لها يعني ضريبة الكبيرة وفيها السلبيات الممكن تعوق المرأة في أشياء كثيرة. نعم. المرأة في مصر قد تكون من الجالية القديمة اللي هم أساس الزمان قبل الاستغلال موجودين، أو كمان تكون من الجالية الوافدة اللي هي حضرت للعلاج أو للدراسة أو للتجارة. المرأة فيها تكون لها يعني تنويع من تخصصات المرأة اللي موجودة في القاهرة. لو مسكنا في المشاكل اللي تواجه المرأة، إذا مسكنا جانب التعليم بنلقى يعني المدارس السودانية الموجودة اللي هي تسمى مراكز، بالنسبة للتلميذ ما حيجد الكتاب المدرسي الموجود هنا في بلده، ولا حيجد البيئة المدرسية الموجودة في داخل السودان، وأيضا المعلم المدرب في داخل السودان. كل المعلمين اللي يكونوا في جمهورية مصر العربية بتكون عملية وظيفة يعني أنا أخذتها عشان أقدر أمشي نفسي بيها، يعني غير يكون هو أساسا أستاذ، يكون خريج أيا كان، لكن ليس بتربوي. الظرف جابه وخش في هذه الوظيفة. ده أكبر تحدي في حد ذاته. ده بالذات تحدي من التحديات الكبيرة جدا، إنه الطالب بيواجهها ما بيلقى البيئة المدرسية اللي حيلقاها زميله في داخل البلد الوطن الأم السودان، وأيضا ما حيلقى المنهج، حيلقاه مصور الكتاب، ربما يلقى نص الكتاب نص ما يلقى الكتاب، يلقاه حاجة يعني معلومات يعني زي ما تقولي مجمعة. تمام. الأستاذ نفسه ما بيكون هو تربوي زي ما قلنا، دي من التحديات التعليمية. زيادة على إنه الطالب في مصر بيمتحن الشهادة السودانية بيدفع رسوم بالدولار باعتباره يعني طبعا في البلد. باعتبار انه رغم انه انا بعيد، اللي يكون في مصر ليس مغترب زي ما هو في السعوديه او في الامارات، لانه محدود الدخل، لان دوله مصر ما بتوظفك كالتوظيف في كل الوظائف اللي فيها بتكون هامشيه يعني. عشان كده انا بشوف الدولار اللي بيفرض كرسوم على الطالب بتكون ثقل على الاسره وعلى المراه. طيب. لو مسكنا للجانب الطبي هي كثيرة التحديات، لكن لضيق الزمن حابة حنمشي لها يعني بشكل العلاج وغيرها. نعم. طيب لو جينا فصلنا مفهوم المرأة المهاجرة في مصر. المرأة المهاجرة، كلمة مهاجرة يعني هي تركت وطنها لوطن آخر. نعم. ده المعنى اللغوي، لكن لو جينا نمسك المرأة المهاجرة في مصر، ثلاث أشكال منها: المرأة الجالية القديمة اللي هاجرت أصلا زمان قبل الاستغلال ومكست هناك وبقت جالية قديمة، ومنها المرأة اللي بتكون يعني مشت وافدة للعلاج أو للتعليم، أو تكون المرأة المهاجرة مشت عشان تأخذ ليو. دايما مصر فيها مكاتب تقديم اليو إن عشان تهاجر تكون لاجئة لوطن ثالث يعني. إذن كل مرأة من النوعيات الثلاثة لها خصائصها ولها إيجابياتها ولها أيضا السلبيات. نعم.
المرأة هجرة المرأة أيا كانت، إذا كانت لاجئة أو كانت قديمة أو كانت وافدة، بتواجه مشاكل كثيرة في حياتها وتحديات كبيرة جدا. يعني تمام. طيب دكتور سعاد، عايزة أجيب معك أو عايزة أرجعك لنقطة حضرتك ذكرتها قبل شوية. يعني تكلمنا عن أنه المرأة في مصر ممكن يكون دخلها محدود جدا مقارنة بدول الخليج مثلا على سبيل المثال، وكثير من السودانيات السيدات المهاجرات بنلاقي أنهم يتخذوا من مصر قبلة لهجرتهم أو لمكان استقرارهم. فعايز أسألك، يعني بحكم أنك عشت في مصر ودرست فيها كثير، فشنو اللي بيميز جمهورية مصر العربية عن بقية الدول؟ مصر العربية يعني أنت بتحسي بالأمان. يعني أنا لما سافرت لمصر العربية كان بغاية العلاج لابني، وكنت متوجسة جدا بأنه أنا يا رب حقدر أواصل مع المصريين دي، حقدر أعرف ثقافتهم، حقدر أعيش في الوضع بتاع مصر. لقيت نفسي في أيوة في تحديات، لكن ممكن تتغلب عليها من غير الدول الأخرى. ليه؟ لأنه حتى بتلقي حنين من الشعب المصري، وأنا من هنا يعني أديهم التحية، لأنه الدولة دولة مصر هي فعلا شقيقة للدولة السودانية. كمان بتلقي الأمان، يعني بعكس الدول الأخرى. أنا لسه أولادي في مصر وأنا هنا موجودة في السودان لي 21 يوما، يعني ما بخاف عليهم، هم يمشوا مدارسهم جامعاتهم ويرجعوا لمنزلهم، ما بيكون في أي مشاكل. الحاجة الثانية، أنت بتشارك المصري في أكله في شرابه، ما بتحسي بيه أنه متضايق. يعني تقفي في الفرن حتاخذي العيش، تقفي في بتاع الخضار حتاخذي الخضار، ما بيقول دي شنو يعني خلاص بقت لينا حاجه زياده، عدد زياده لينا. في المواصلات قد يكون المصري واقف حيله وانت تكوني قاعده في الكرسي، اذا ما بتلقي فروقات في التعامل. الفروقات بتكون وين؟ بتكون في التوظيف. ما بيدوك وظائف حكوميه، هي حتكون وظائف هامشية، يتكون في التجارة، يتكون في مثلا مؤسسات خيرية، جمعيات زي كده. لكن كوظائف حكومية طبعا هم كثيرين، 110 مليون أكيد ما في لنا أي يعني ما في لنا أي طريقة. لكن في التعليم أنا بحس أنه في التعليم نفسه إحنا بناخذ 10% من الرسوم. يعني إذا كان أي دولة تانية بتاخذ 100% 7000 مثلا دولار في دراسة الطب، أنا بدفع 700 دولار لابني ولبنتي. يعني 700 دولار بدفع 10% بيخفض لي 90% من الرسوم الدراسية. إذا المصري بتعامل مع السوداني أو السودانية بخوية، بنحن فعلا أشقاء بالنسبة لهم. يعني طبعا ما بين البلدين. طيب دكتور سعاد، بديت تفصيلي في ممكن تكون في عقبات كثيرة بتواجه المرأة في مصر. تكلمنا عن التعليم في الأول، لكن خلينا نشوف موضوع العلاج. يعني هو ممكن يكون هاجس كبير جدا، الصحة هي رقم واحد بتكون. فشنو ممكن العقبات أو المشاكل أو التحديات اللي بتواجه المرأة السودانية في جانب العلاج بالتحديد في مصر؟ للسودانية، للمرأة السودانية وللرجل نفسه، يعني ممكن هنا نجملها في قصة العلاج. لأنه أنا لما نجي مصر، إذا كنت جيت لأول مرة للعلاج، غدا أعرف المستشفى اللي حتقدم لي، وغد أجد يعني ناس يشتغلوا فيها كسماسرة للعلاج. لكن دائما نحن بننصح بأنه الناس تمشي عبر مؤسسات خدمية، في يعني شركات، وفي يعني كمان في ناس كثيرة زي اتحاد منظمات المجتمع المدني الأساسي أنا بتكلم عنه ومستشارة فيه، بيقدم يعني رؤية حقيقية للي عايز العلاج عشان يقدر يمشي ويعرف الدكتور الكويس. هم كل الدكاترة ما شاء الله عليهم، لكن عشان تجدي العلاج بشكل اقتصادي ما يكون فيه بالنسبة لك مكلف، وانت جاية من السودان عايزة تأجري، أول حاجة هيكون مشكلة قدامك السكن، هيكون مشكلة قدامك انك تختاري الدكتور عشان تعملي فحوصاتك، تعملي كمان تكوني عارفة فعلا ده الأخصائي اللي انت تقدري تواصلي معاه. يمكن دي من حاجات اللي بتهجس الإنسان اللي بيجي للعلاج في مصر. وفرنا الحتة دي بأنه المجتمع، اتحاد منظمات المجتمع المدني والكيانات تعين، زائد السفارة بالمستشارية الطبية، بأنه يعينوا أهلنا السودانيين، خاصة كمان لما يكون في حالة وفيات عشان ننقل الجثمان إلى الخرطوم أو يندفن في القاهرة، بتكون مشكلة كبيرة عشان تقدر أنت تشوفي مقبرة بالنسبة للسودانيين في داخل مصر، أو نقل هذا الجثمان إلى السودان. برضو لازم القنوات اللي هي تسهل لك الأمر
يمكن السفارة مادي تصريح للحانوتي، يعني احنا نقول عليه بيكفن ويعمل، فدي يمكن ساعدت شوية كثير من الضغط على الإنسان اللي بيجي أو الإنسان اللي بتجي للعلاج. زيادة على كده برضو نحن نقول لأخواتنا وأخواننا، ما تجي أنت لازم تكوني عارفة مرضك محدد في داخل السودان والتكلفة، عشان ما لما تجي القاهرة بتتفاجأ بالتكلفة نفسها. كي تكون خاتي قروش محددة، لما تجي تتفاجأ تلقى العلاج أكثر من كده، تلقى الإيجار أكثر، في منصرفات عليها. طيب حسألك دي من المشاكل اللي بتعاني. هل السفارة في تنسيق مباشر ما بين السودانيين في السودان وحابين يلتحقوا أو حابين يمشوا مصر للعلاج؟ هل في وظيفة محددة لشخص سوداني في السفارة السودانية، ولا بكيف بيتم التنسيق؟ السفارة السودانية عندنا مستشار طبي. نعم. المفترض المستشار الطبي، وعندنا المستشار الثقافي، المفترض المستشارين هم يعينوا المواطن، لكن كثيرا من المواطنين يعني يعملوا جنب للسفارة، لأن السفارة ما بتقدر يعني على السودانيين كثيرين جدا جدا، يمكن في اليوم بيخش 20 بص، خليكي من الطيران، يعني الكمية اللي بتجي أو العددية اللي بيجوا للسودانيين داخل مصر عددية مأهولة كبيرة جدا، وفي ناس بتجي أصلا تكون عندها أهلها في مصر وهم بيمشوا عبر ناسهم أو أحبابهم أو أصحابهم، بعد ذاك يصطدموا بالواقع. لكن إذا كانت عبر الكيانات، إذا كانت عبر السفارة المستشارية، بقليل بتكون فيها يعني تخفيف للعيب، أو يعني نلقى الواحد خشى في مأمن في للعلاج إن شاء الله. تمام. طيب دكتورة سعاد، يعني المرأة السودانية ممكن نقول عليها نموذج ومثال يحتذى به في كثير من دول المهجر، سواء كانت العربية أو حتى الأوروبية وغيرها من الدول. حضرتك ممكن تكوني نموذج لسيدة سودانية ما شاء الله في نجاحك وفي يعني كل ما توصلت له من درجات علمية. خلينا ناخذ نماذج للسيدة السودانية الناجحة في جمهورية مصر العربية. المرأة السودانية أينما كانت لها بصمتها. أنا ما عشان مرأة أقول الكلام ده، لا، أنا بقوله وأقوله عن ثقة تامة 100%. أينما كانت المرأة السودانية حسب وظيفتها حسب تعليمها، السودانية بتضع بصمتها كاملة على أي مكان هي موجودة فيه. بنلقى كثير من السيدات السودانيات في مصر يعني يمكن ثقلوا نفسهم بالدراسات العليا بالتدريب، ومصر يعني بقول دائما محبرة للتعلم، يعني فيها كل وسائل التعليم. إذا كانت يمكن عندنا حاليا إحنا تدريب للمرأة السودانية في نكش الحناء، في التنمية البشرية، يمكن في ناس أخذت التنمية البشرية تي وتي، وصلت للكوتشين كمان في المرأة السودانية، مثال يمكن حنان. وعندنا المرأة السودانية ملمة بالطقوس وعملت يمكن معرض دايم، أنا من هنا بحيي الأستاذة هدى عثمان في دار السودان، لها معرض للتراث السوداني والأفريقي. يمكن كل الجالية الموجودة، الجاليات الموجودة في القاهرة بتاخد من المعرض السودان في دار السودان، عشان في مؤتمرات، في المناسبات القومية، حتى الطلبة السودانيين والطلبة غير السودانيين بياخذوا هذه المعارض للمشاركات الدولية. دي واحدة. الحاجة الثانية، المرأة السودانية بتشارك في المؤتمرات، يعني المؤتمرات العالمية بنشارك، ندي أوراق عمل، ما بنخلي معهد السودان فاضي أيا كان، حتى لو السفارة هي ما عليها علم، نحن بنكون علمنا ونملى هذا المقعد بوجودنا بتقديمنا للأوراق. يمكن شاركت في الاتحاد في جامعة الدول العربية الوحدة الاقتصادية بورقة عمل طريق الحرير محور قناة السويس في التجارة العربية الأفريقية، شاركت بورقة عمل مع وزارة الثقافة المصرية اللي هي المرأة الأفريقية نموذج المرأة السودانية، شاركت بورقة عمل في مع قصور الثقافة اللي هي الحرفة اليدوية التراثية وأثرها في الاقتصاد الأفريقي نموذج السودان. مقعد السودان لازم يمتلئ، وخاصة المرأة السودانية لها قوامها ولها حقها أيا كانت عملها وأيا كانت ثقافتها بتنقلها وتحتفظ بها. يمكن شاركت في سجلت في صوت العرب، وأنا كنت بستمع له وأنا صغيرة، يعني صوت العرب إذاعة صوت العرب، لكن ما صدقت إني قعدت هذه الجلسة في صوت العرب في قناة القاهرة القناة الثالثة، سجلت فيها حتى أحداث سيول الأمطار نحن تكلمنا عنها. المرأة السودانية تحمل هموم وطنها أينما كانت، وهي سودانية سودانية.
بتوفيق لك ولكل السيدات السودانيات. ومن هنا بحيي استاذه حنان اللي هي يعني كانت حريصه جدا على انها تنقل الموروث السوداني وتعرف المصريات على ثقافتنا وعلى عاداتنا. هدى عثمان المعارض. كيف شكل الاقبال عليها؟ يعني هي ممكن المسافه او جغرافيا احنا ما بعيدين من بعض، لكن ممكن يكون في حدود بتحدنا مع بعض في بعض العادات والتقاليد المتقاربه ما بيننا وما بين الاخوه في جنوب مصر. فكيف شكل العرض بيكون؟ شنو الحاجه اللي بتحسوا انها هي مميزه او بتظهر سودانيتنا 100% في شكل العرض؟ ده عايزه اقول حته يمكن تكون فايته على السودان والسودانيات، انه ما يكونوا مواكبين للاحداث الجميله اللي بتكون في داخل القاهره. ان في محلات للتزيين في السوداني مع السودانيات في مصر، دخلوا ثقافه يمكن الحنه، صينيه الحنه، الجيرتك، الحنه السودانيه، اللبس التوب السوداني، اصبحت حتى المصريه تجي تحجز انا عايز اعمل حنه سودانيه، عايز اعمل يعني قاعده سودانيه. رغم شوفي رغم شيلنا ثقافتنا للاخرين. حلو. يعني زياده على كده يمكن كانت في ذكرتني جلسه مع استاذ علا في انه هل في رمضانيات هل ثقافة المرأة السودانية في داخل مصر تغيرت في رمضان؟ قلت لا أبدا لم تتغير، ما زال الحرمور موجود وما زالت العصيدة موجودة، وشيناكم ثقافة القراصة هم بيعرفوها بالعيش المرحرح والدمعة بيعرفوها بكباب حلة. إذن الثقافة فيها يعني تجانس، نحن لا تقارن الثقافة ولكن تعرف الثقافة، وممكن ناخذ من ثقافة الآخرين. يمكن أنا حتى في قعدتي معاه قلت يعني ضوقتها حاجة اسمها الحلمور، كان عمليا قدام في الحلقة وعرفتها برضو بالعرض في عواسة الحلمور وكيف يعملوه وكيف نعمل القراصة وكيف نعمل الدمعة، وفعلا يعني تيقنت تماما إنه الأفارقة ثقافة تجتمع في بؤرة واحدة ولكن تزاد نكهات عليها دي في الاختلافيات. برضو في من ثقافة المرأة السودانية إنها في أي لقاء تلفزيوني عرضي أنا تلقي نفس التوب السوداني، لأنه أنا بقول دي قوميتي، وقد عملنا كمان يعني محاضرة وندوات وأوراق عمل عن الثوب السوداني. يمثل اقتصاد، يمثل سياسة، يمثل اجتماع. يعني اقتصاد أنا بعرف المرأة السودانية لابسة التوب من الماتيريال بتاعت التوب هي من أي طبقة من الطبقات. التوب نفسه اجتماعيا حق الحبوبه براه، حق الخاله براه، حق العمه، حق الحزن، حق الشغل في المؤسسات، حق الزواج، قطع الرحات، الفئه العمريه لها ثياب لها الوان معدده، حتى التوب للجاره للمآتم للسوق يختلف من يعني اذا دي اجتماعيا. اما سياسيا لبسته حوى طقطاقه التوب بالعلم السوداني، لبست هذا الثوب وكان له أثر النفسي والسياسي. صحيح. في داخل تمام. السودان. دكتورة سعاد، في اتحاد دوره هو بيحل مشاكل السودانيين، فخلينا نتعرف على الاتحاد وعلى الأدوار وشنو من المشاكل اللي ممكن تعرض على الاتحاد. اتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني برئاسة أستاذنا العظيم عيسى حمدين حسابة، يعني أنا بعزه الرجل بنقول عليه برزة دائما لأنه نصير المرأة دائما. فالاتحاد تكون من مجموعات من الكيانات السودانية الموجودة في القاهرة. القاهرة يمكن أكبر جالية هي جالية السودانية في القاهرة. الاتحاد فيه كيانات، في داخل كيانه أيضا في كيانات، في مكاتب للمرأة، مكاتب للسلام، مكاتب للشباب. اهتم بأنه يربط حتى الجالية في داخل مصر بالمصريين، بنشاط المصريين، حتى اهتم بالنشاط الشبابي، عمل ندوات وعمل ملتقى شبابي، قدم أوراق عمل. من ضمن الأوراق اللي احنا قدمناها يمكن قدمت ورقة عمل اللي هي مكافحة الهجرة الغير شرعية بواسطة الشباب. الحاجة الثانية برضو كان قدم ورقة عمل للسلام، أيضا اهتمينا بالشباب والاتحاد المنظمات اهتم بالشباب وفي تدريبه. الآن احنا بندرب كمية كبيرة من الشباب، إن شاء الله حيجيكم ناس لهم يعني باع طويل إن شاء الله يأسروا في الوطن بعد الثورة المجيدة، ونحن نترحم على شبابنا اللي راحوا يعني شهداء. أنا بقول ضحوا بأرواحهم عشان السودان ينشأ بديمقراطية، ينشأ بوطن ثاني. فبنلقى الشباب الآن بيعيد نفسه
يعني بنلقى فيه شباب يتعلموا في الميكانيكا، شباب يتعلم في بتاخذ يعني كورسات في التنميه البشريه، بتعلم صحافه الموبايل، بتعلم حتى في شباب مجموعه كبيره بتعلم في عمليه القياده العربيه السواقه يعني في القياده، وفي شباب كمان برضه بيتعلموا في التكييف والتبريد، الحاجات اللي هو كل شاب راغب في انه يتعلمها بيعز من نفسه. احنا عايزين كده، احنا بنقوم انه يعني كشاب كاتحاد بنوفر البيئه يعني مع عندها تشبيك كبير مع الجمعيات والمؤسسات زي شركه الدليل، بتدرب هسه حاليا شباب في داخل شركة الدليل للتنمية البشرية، حتى المرأة بندربها في حتى في كيف إنها إن شاء الله تربي أجيالها للفتيات الغادمات للزواج عشان تقدر تكون تعرف التربية الإيجابية. أدينا كورسات على التربية الإيجابية، عن الإسعافات الأولية، عن سلامة المهن في السلامة المهنية، عن كيف أنا أكون حتى في البيت إذا حصل حريق أنا بدل ما أصرخ بدل ما ألم الشارع أكون أنا يعني سريع قدرت أعمل يعني موقف إيجابي في إني أقدر أعمل حاجة. دور كبير جدا يعني والمسؤولية على عاتقكم كبيرة. إحنا حنرجع ونكمل الحديث معك، نستأذنك فاصل قصير ومن ثم نعود مشاهدينا في كل مكان. اهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان، شكرا من جديد للناس اللي بتابعنا وتحية للناس اللي انضمت لمتابعتنا في 24 جرات في فقره تريند اللي بنتحدث فيها عن تحديات المراه السودانيه في بلاد المهجر. دكتوره سعاد فقيري من جديد منورانا وبنتحدث عن نجاح المراه السودانيه في جمهوريه مصر العربيه. دكتوره سعاد خلينا نقف معاك على المشاكل اللي ممكن تواجهكم انتم في اتحاد منظمات المجتمع المدني. عالميا احنا ملاحظين نسبه الطلاق او انفصال الزوجين عن بعض كل يوم في تزايد، اكيد مرت عليكم نسب طلاق عديده جدا، قد يكون زواج من اجانب برضه، كثير من المشاكل اللي ممكن تكون، لو تفضلتي واديتينا نبذه عن بعض المشاكل اللي بتواجهكم في موضوع الزواج والطلاق بالتحديد. حقيقه هي فعلا في نسبه طلاق كبيره بتحصل وخاصة من الزواج من الأجانب، يعني السودانية متزوجة أجنبي يبدرية المفروض تدرسوا دراسة كبيرة جدا في إنه هل حيقبل ثقافتها، يعني يتقبل أهلها لما يجوها، يتقبل لو هي كانت متزوجة عندها طفل أو أطفال من الرجل السوداني، يتقبل إنها فعلا يعني أن حاليا ثقافة يعني سودانية بحتة. لكن للأسف الشديد في يعني أخواتي يعني من السودانيات ما بيصدق انه خلاص يتقدم الشاب ده ويرضم به، لا انا ما برضى به ما لم اكون انا فعلا وضحت حمايه لنفسي. حتى مساله المهر، مساله الصداق لازم تكون حاجه كتابيا ورقيا، يعني دائما القانون بيقول لك الدوكيمنت، يعني حاجه شفاهه قد لا تؤخذ في القانون. عشان كده دائما انا من هنا من هذا المنبر اقول للسودانيات اللي بتزوجوا خاصه في مصر، خليكي حريصة في أنك اختاري الإنسان اللي يقدر يقبل ثقافتك، يقبل لو كان عندك أطفال، لو كان عندك أم وأبو، لو كان عندك أخوان يجي يزوروك في البيت، لأنه دي من ثقافة المصري غير يعني موجودة، لهم ثقافة أخرى هم كمان، والواحد يحترم ثقافة الآخرين ويحفظ ثقافته ويحفظ حقه يعني. ودائما في إجراء الزواج نتمنى أنها تكون مخدة حقها كتابيا، لأنه في كثير من المشاكل عانى منها، والله عانت منها السفارة وعانى منها الاتحاد. يمكن قريبا كانت عندنا مشكلة في اتفصلت السودانية من زوجها السوداني ولها طفلة، وزوجت المصري وأخذت أو أنجبت منه أطفال، رفض قبول طفلتها من الرجل السوداني، اضطر الاتحاد يأواها 4 شهور. وأنا بشكر من هنا يعني أخونا حمدين حسابة، لأنه دائما بنحمله مشاكل المرأة، عشان كده بنسميه برزة، دائما بنقول برزة لأنه نصير المرأة. ولحد ما سفر هذه الطفلة إلى داخل الخرطوم، وفي مشاكل كثيرة يعني في طرد المرأة السودانية من البيت، يعني من شقق، ومشاكل مع الحموات. طبعا الحما عندهم أخو الراجل، ويعني احنا بنقول الحما أخو الراجل عندنا، لكن هم نسيبة عندهم اللي هي أم وأبو الزوج. دائما الثقافات تجي في الإشكالية دي، ونحن ثقافتنا مفتوحة إنه يزورنا، نزورون أهلنا،
هم هناك لا عندهم محدوديه الزياره، محدوديه يعني حتى بزمن يعني. لكن احنا ممكن نجي ساي يعني خاشين وماشيين زي ما يقول اهلنا السودانيين على طبيعتنا على الله. فدي من المشاكل يمكن انا اتمنى انه المراه السودانيه يعني تاخذ بالها شديد في انها في اختيارها للزوج، لانه ما بتاع يوم ولا يومين ولا ثلاثه، ده حيكون مدى العمر وحتكون في وراه يعني تبعات من المشاكل اللي هي الابناء اللي ما لهم ذنب في قضية الاختيار نفسها. لأنه ممكن بعد كده يتفصل، الزوج المصري مش هيديك أولاده، أنا حريص على ابنه ممكن يخليك ترجع السودان وانت تكون قضيتي حياتك وأبنائك غير موجودين معك. عشان كده أنا بقول للمرأة السودانية فكري تماما وحطي شروطك، خليها شروط كمان قاسية جدا عشان يقدر كل ما كان الحاجة غالية لها ثمن يعني. دي ممكن تكون أجمل نصيحة احنا طبعا نبقى منك. أنا بشكرك في ختام حواري معك دكتورة سعاد محمد أحمد فجيري، مستشار اتحاد منظمات المجتمع المدني في جمهورية مصر العربية. شكرا لك وشرفتينا كثير، تسلمي. تسلمي كثير، وأنا سعيدة جدا في هذا الاستديو مع حضرتك يعني. أنا وسعيدة بوطني، أنا داخل وطني الآن أتحدث من قنواته، ولكم خالص الشكر، وإن شاء الله لنا لقاء بإذن الله تعالى ولنا تواصل مع أهلنا داخل أكيد السودان. إن شاء الله.